الاهلي بيستعد ازاي للمرحله اللي جايه؟ لان الفتره اللي جايه فيها تفاصيل كتيره. الفتره اللي جايه فيها معسكر للاهلي في النمسا هيبدا من بعد بكره، من يوم الاثنين، من 28 9 من 28 8 ل 6 9. يرجع الفريق في مجموعه المفروض عندها معسكر مع منتخبنا الوطني في الاجنده الدوليه. بعد المعسكر او ليله ختام المعسكر ماتش مصر وتونس، المفروض الاهلي مسافر الى السعوديه عشان يلعب مع اتحاد العاصمه. في تفاصيل كتيره على الملفات اللي جايه، قائمه الفريق اللي المفروض كولر بيحددها وبيحضرها في الساعات اللي جايه عشان يرسلها يوم الاثنين. النهارده اول مران للفريق على ملعب التتش بعد امبارح ما كان فيه قياسات وتفاصيل ليها علاقه بالامور الطبيه للاعبين. كل ده بقى النهارده هنعرفه، ونروح بسرعه الى زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. كريم مساء الفل، كل سنه وانت طيب، موسم جديد على الابواب بيبدا، ونطمن منك على استعدادات الفريق لكل التفاصيل اللي ذكرتها دلوقتي في الموسم الجديد. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، كل سنة طبعا وكل جمهورنا العظيم بخير، ويا رب إن شاء الله يكون موسم عظيم وسعيد مليء بالانتصارات والبطولات كما عهدنا طبعا لاعبي النادي الأهلي. زي ما شفنا الحقيقة الموسم المنقضي موسم أكثر من رائع، أملنا كبير جدا في لاعبتنا، في الصفقات الجديدة، في التوليفة المميزة جدا الحقيقة إن شاء الله بإذن الله اللي هتكون ليها مردود كبير على مدار الموسم. عندنا يعني موسم صعب مليء بالبطولات مليء بالتحديات، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون موسم سعيد وعظيم على كل جمهور للنادي الاهلي. بالتاكيد يا محمد يعني نقدر نقول النهارده هي البدايه، بدايه فتره الاعداد، بدايه انطلاق الموسم الجديد 21 يوم. الحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي كانت يعني محتاجه هذا العدد من الايام لالتقاط الانفاس وللراحه، وان انت تبقى في فصل تام بشكل كبير جدا عن الضغوطات وعن المباريات وعن التركيز وعن التفكير في الامور. عشان كده ان شاء الله باذن الله تكون بدوافع جديده، معنويات مرتفعه للمعسكر. بالتاكيد هي البدايه، بدايه فريق النادي الاهلي يكون المعسكر في النمسا ان شاء الله باذن الله يكون مردوده كبير جدا، سواء من خلال التدريبات او من خلال المباريات الوديه اللي تم تحديدها، سواء تحديد الايام ولكن لسه طرف المباريات. ويمكن نقطه مهمه جدا يا محمد، يعني يمكن كنا بنقول بنلتمس العذر لمستر كولر والجهاز الفني خلال الموسم المنقضي، لان انت ما فيش وقت ان انت تصحح الاخطاء او ان انت تحاول تحفظ بعض الجمل. يعني الراجل كان بيشتغل في وقت ضيق جدا، كل 48 ساعه مباراه. عشان كده نقدر نقول معسكر ده معسكر كان مهم جدا، هيكون مهم جدا كمان لفريق النادي الاهلي للمجموعه المتواجده. الراجل يحاول ينقل فكره بشكل كامل، معاك متسع من الوقت كبير جدا. يمكن انت ذكرت يا محمد طبعا البدايه هتكون 28 والنهايه هتكون 6 سبتمبر. ان شاء الله باذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الاهلي، وتكون انطلاقته بمشيئه الله انطلاقه جيده، تنطلق بمشيئه الله ببطوله السوبر. النهارده للتدريب الاول، انت عارف امس كان في القياسات تحت طبعا اشراف طبيب النادي الاهلي او رئيس الجهاز الطبي الجديد الدكتور تامر ابو العينين. القياسات دي مهمه جدا طبعا، بتبني عليها بشكل كبير جدا على مدار الموسم. دي بتكون امور مهمه جدا، الامور التقنيه والعلميه، ده امر هام جدا مع لاعبي النادي الاهلي، وكمان بحجم البطولات وبحجم المباريات وعدد الدقايق الحقيقه اللي بيلعبوها على مدار المباريات في كل البطولات. فعشان كده ان شاء الله باذن الله القياسات دي تكون مهمه نقدر نقف عليها بشكل كبير. ده كان الامر في البدايه. النهارده نقدر نقول هو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، تدريب كوره، مش هيكون تدريب طبعا قوي يا محمد زي ما انت عارف، لان الفتره كانت كبيره. الراجل بيحاول يعني كلها امور فيها حاجات ترفيهيه، حاجات بسيطه، لان لسه طبعا الامور الفنيه والتكتيك والجمل وكل الامور دي الراجل ماجلها طبعا ليه معسكر النمسا. النادي الاهلي برنامجه محمد حتى يوم السفر، يعني النهارده ان شاء الله تدريب في تمام الساعه 6، غدا بمشيئه الله ايضا كمان هيكون تدريب فريق النادي الاهلي في تمام 6. السفر يكون صباح يوم الاثنين بدون تدريب، يعني لعيبه النادي الاهلي مباشره الى مطار القاهره تتوجه الى النمسا. الراجل طبعا معاه زي ما بنقول متسع من الوقت كبير جدا ان هو يقدر يعمل فترتين وثلاث فترات، فعشان كده ان شاء الله باذن الله المعسكر يكون جيد جدا. هي نقطتين مهمين جدا هنتكلم عليهم معاك محمد، هو طاهر محمد طاهر وياسر ابراهيم. طبعا هم متواجدين مع فريق النادي الاهلي في المعسكر، لكن طاهر الحقيقه موضوع له برنامج مهم جدا طبعا زي ما بنقول من طبيب النادي الاهلي تامر ابو العين، ان طاهر كان عنده التواء في الكاحل يعني بعد شويه عن التدريبات الفتره اللي فاتت او قبل طبعا انتهاء الموسم. فيمكن الراجل موضوع له برنامج تاهيلي وطبي ايضا كمان، ان شاء الله باذن الله يستعيد قوته طاهر محمد طاهر، واكيد هيطبق باقي الايام في البرنامج في النمسا. ايضا كمان ياسر ابراهيم، يعني ياسر عمل جراحه بسيطه جدا في رجله، يمكن يعني باللغه الدارجه طبعا بنقول يمكن كان عنده خراج في رجله مؤثر عليه بشكل كبير، كان عنده الم كبير جدا. الراجل ريحه في التدريبات وريحه ايضا كمان، وهيريحه النهارده من التدريب على ان يستعيد قوته ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. مجموعه الحمد لله محمد يعني ان شاء الله باذن الله مجموعه مبشره، صفقات رائعه، عندنا عوده من اللاعبين المعارين سواء كريم نيدفيد او صلاح محسن. عندنا كمان امل كبير جدا كمان بان احنا نشوف كريم
كريم فؤاد واكرم توفيق ان شاء الله باذن الله بقوتهم الكبيره وباصرارهم الكبير ان شاء الله باذن الله، سواء في المباريات الوديه ان شاء الله باذن الله اللي هتكون بعد المعسكر، لان ما اعتقدش ان هم يشاركوا في اي مباراه وديه في المعسكر، لان انت عارف هيكون في التحامات ويكون في امور عديده جدا. لكن بطمنك يا محمد الامور الحمد لله طيبه جدا، في انتظار بقى انطلاق تدريب النادي الاهلي عشان تبقى الصوره واضحه وكامله بالنسبه لكل مشاهدي قناه الاهلي. طيب جزئيه ثانيه كريم متعلقه بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين، من ابرز اللاعيبه اللي هتكون موجوده النهارده وممكن يصطحبها مارسيل كولر في معسكر النمسا؟ يعني طبعا محمد اكيد الراجل هيحاول ان هو يدي عدد كبير في المعسكر، لان انت عارف طبعا فقرات التدريبيه المباريات محتاجه ان هو يشوف بشكل كبير، لكن لسه حتى هذه اللحظه لم تتضح الرؤيه، يعني منتظرين زي ما بقول لك يا محمد، يعني قبل طبعا الساعه 6 5 ونص 6 الا ربع كده بتبدا اللعيبه تنزل، نبدا نشوف مين اللعيبه اللي هتكون متواجده. لكن باكد لك النقطه دي ان الراجل هيحاول بشكل كبير ان هو يصطحب عدد من اللاعبين، انت عارف كمان يمكن الكابتن خالد بيبو هيكون في تقرير مميز جدا طبعا من اللاعبين في قطاع الناشئين. طبعا كابتن خالد بيبو قام بدور كبير جدا ايضا على مدار الايام الماضيه وتواجده في النمسا، الوقوف على الترتيبات والمعسكر وكل الامور دي، ان شاء الله باذن الله محمد يكون معسكر ناجح. ايضا كمان اللعيبه اللي هتكون متواجده، والامر المهم جدا ان يكون في انسجام سريع، سواء رضا سليم سواء امام عاشور، طبعا كريم وصلاح متواجدين معانا طبعا خلال الفتره الماضيه او قبل طبعا ما يكونوا معانا، عارفين النادي الاهلي اوضه اللبس، عارفين التدريبات، عارفين كل الامور دي، لكن الانسجام مهم جدا، التاقلم مهم جدا، الخبرات اللي موجوده مع فريق النادي الاهلي هتدي مساحه كبيره ان اللعيبه تنسجم بشكل كبير. لكن ان شاء الله باذن الله انطلاقتنا تكون جيده بتدريب اليوم وتدريب الغد، وعلى امل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون معسكر جيد يستفيد منه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اخر حاجه كريم، لو عندك اجابه دلوقتي يبقى كويس، ما عندكش ولسه هتسال فيها كولر او الكابتن خالد بيبو اعرف الموضوع وقول لنا بقى، لو النهارده لحقت في الحلقه يبقى كويس، لو بكره ان شاء الله معاك مفيش مشكله. الكاف طلب اسماء اللاعبين اللي هتشارك في السوبر بحد اقصى ترسل يوم الاثنين، يعني بنتكلم بعد بكره، والفريق لسه هيسافر النمسا، هل ممكن يطلب التأجيل عدة أيام في إرسال قائمة اللعيبة، ولا هو ما عندوش مشكلة جاهز بإرسال قائمة الـ 18 لاعب؟ هي نقطة مهمة جدا يا محمد، طبعا يعني مش هقدر أقول لك معلومة، لكن بالشكل العام يعني الراجل محطوط في أمر صعب جدا، يعني الراجل عايز يشوف وعايز على ارض الواقع ان هو يقيم عدد من اللاعبين، لان العدد قليل اللي مطلوب منك 18 لاعب ده امر صعب جدا، انت معاك مجموعه كبيره، مجموعه محتاجها بشكل كبير. لكن خلاص ده يمكن ده امر وقرار الراجل، يمكن متحدد وقت، فيمكن ما اقدرش اقول لك معلومه، لكن الراجل اكيد هيشتغل النهارده وهيشتغل بكره وهيقعد طبعا بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني، ان انت لابد ان انت تكون في ارسال للاسماء، لان دي مواعيد محدده سواء للكاف او ايضا كمان للنادي الاهلي. لكن كل الامور دي يا محمد على ما اعتقد هتتضح غدا بمشيئه الله باذن الله، هو التدريب الاخير، الراجل اكيد هيحاول ان هو التقرير المتواجده يقف على الحاله، حاله اللاعبين، مين ممكن يكون متواجد، فان شاء الله باذن الله يكون معانا هذه المعلومه خلال الدقائق القادمه، لو طبعا مستر كولر او طبعا كابتن خالد بيبو قدر ان هو يصرح لنا بهذا الامر، او غدا بمشيئه الله تكون الرؤيه واضحه محمد ان شاء الله باذن الله. زميل العزيز كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، لو عندك اضافه او اي حاجه تختم بيها انا معاك. لا طبعا يا محمد انا بشكرك، ويا رب ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول بنتمنى موسم جيد ورائع لكل جمهور النادي الاهلي مليء بالانتصارات والانجازات يا محمد. باذن الله، شكرا ليك يا كريم، كان معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره في تفاصيل مهمه جدا قالها معانا في الاستعدادات للفتره اللي جايه.